can't come to the phone right now, so... اهلا بيكم. يا ريت قبل ما نبدا ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد بيبدا فيلمنا في امريكا. لما بنعرف ان معدل الحرائق والمواد الكيماويه زادت فيها, وفي الوقت ده بنشوف جو اللي بيكون في الحمام وبياخد نفس من جهاز الربو بتاعه, وبنفهم ان بسبب معدل المواد الكيماويه اللي بتزيد حالته بتبقى اسوأ, ولما بيخلص بيخرج من الحمام وبيكمل شغله, واللي بنعرف ان هو عباره عن استقبال حالات الطوارئ, وبتيجي ليه مكالمه من شخص في مكان ضلمة ومش قادر يتنفس, وبنشوف مكان المتصل اللي بيظهر قدام جو في الشاشة, وبيسأله جو لو هو اتعطى ممنوعات, فبيقول له الراجل ان هو بياخد مخدر بس مش بيجاوب عليه لما بيسأله جو هو بياخده عن طريق الشم ولا الوريد, وبيفضل المتصل يقول له ان هو هيموت لانه مش قادر يتنفس, بس جو مش بيهتم وبيقول له ان كل ده كانت غلطتك. ووقتها تليفون جو الخاص بيرن, ولما بيرد بتطلع صحفية بتكتب على قضيته فبيقفل في وشها, وساعتها مكالمة طوارئ بتيجي لجو من بنت بتقول ان في حرايق في التل اللي قدامها, فبيقطعها جو وبيقولها ان هو هيوصلها لقسم الحريق. وبعدها بيتصل شخص بيقول ان هو كان مع بنت اول مره يشوفها وانها سرقته, فبيقول له جو ان هو هيكلم ليه عربيه شرطه تيجي ليه, بس لما جو بيعمل كده بيلاقي ان اللي بيرد من هناك صاحبه بيل, فبيفضلوا يتكلموا مع بعض, وبيقول جو لبيل ان هو نفسه يبقى مكانه بيرد على المكالمات اللي تخص الشرطه بس, ولما بيخليه يبعت عربيه شرطه للمتصل بيرجع للمتصل وبيقول له ان الشرطه هتوصل ليه قريب, ولما المتصل بيقول له ان هو مش عايز مراته تعرف على اللي حصل بيقفل جو في وشه. وقتها جو بيقوم وبيطلب استراحه من مديرته اللي بتوافق, وفعلا هو بيتصل بمراته جيس اللي مش بترد, فبيبعت ليها رساله وبيقول لها ان هو عارف انه المفروض ما يتصلش, وبيطلب منها تقول لبنتهم بيك احلام سعيده, وبيرجع وقتها للشغل وبيكون تايه جدا لدرجه ان بتيجي ليه مكالمه وهو مش واخد باله, ولكن زميل ليه بينبهه, فبيرد جو بيلاقي بنت اسمها ايميلي بتقول له انها بتحبه, فبيسالها جو لو هي شاربه كميه كبيره من الكحول, فبتقول له لا, وبتفضل تعيط. ووقتها بيبدا يتظاهر جو ان هو بنتها وبيسالها اسئله اجابتها يا ايوه يا لا, لانه بيفهم انها مع العصابه وهم مدين ليها فرصه تكلم بنتها, فهي كلمت الشرطه. ووقتها بيعرف جو مكانها وبيكلم خدمه عملاء قسم الشرطه وبيقول لهم على مكان ايميلي, وبيقول لهم انها مخطوفه بس هي بتكون على الطريق السريع, هو مش عارف لون سيارة الخاطف بسبب عدد السيارات الكتير, وبيفضل يقول الوان كتير لحد ما بيجي عند اللون الابيض وهي بتقول له بالظبط. وقتها بتتصل جيس مرات جو بيه بس هو مش بيرد علشان يكمل الحالة الطارئة مع ايميلي, ولما بيسمع ان الخاطف هياخد التليفون بيقول لها على اسمه وبيعرفها انها تحاول تتصل تاني بيه بس تخلي الخط مفتوح لفترة اطول. وقتها عربية الشرطة بتتحرك وبيكونوا متواصلين مع جو, وبيقولوا ليه لما بيوصلوا لمكان العربية ان مفيش فيها الا راجل ومراته بس, فبيقول لهم جو يقفلوا الطريق السريع علشان الخاطفين ما يقدروش يهربوا, ولكن قائد الشرطه بيرفض, فبيتضايق جو وبيروح لملف ايميلي وبيعرف رقم بنتها هابي, فبيتصل بيها وبيعرف منها انها في البيت مع اخوها الرضيع اوليفر, وبيسالها على عربيه والدها اللي بيبقى اسمه هنري, فبتطلع انها بنفس لون العربيه اللي خاطفه ايميلي, ولما بيطلب منها رقم تليفون والدها وهي بتدي ليه بيعرف عنه كل حاجه ومنها رقم لوحه عربيته, فوقتها بيعرف من سجله ان هو كان ليه سجل اجرامي, وبيتاكد انه اللي خاطف مراته, فبيكلم عربيه الشرطه وبيقول لهم على اللي عرفه وانهم المفروض يرسلوا دوريه لبيت هنري علشان يحموا اولاده, بس هما بيقولوا ليه ان ده مش من شغله. فوقتها بيروح جو لحاسوب تاني وبيكلم زميله في قسم خدمه العملاء الخاصه بالشرطه وبيقول له يرسل دوريتين شرطه, واحده لبيت اولاد هنري والتاني لمكان الام حاليا, فبيقول له بيل انه هيبعت دوريه لبيت هنري بس مش هيقدروا يقتحموه لان مفيش مذكره تفتيش, وبيقول له برضه ان هو يحاول يهدى لان ده مش من شغله, فبيتضايق جو وبيبدا يتنفس بصعوبه, فبياخد بخاخ الاكسجين وبيكلم تاني الدوريات اللي بيعرف ان هم لسه ما لقوش العربيه. وقتها جو بيتضايق وبيكلم جيس وهي بترد وبتقول له يبطل يتصل لانهم انفصلوا من 6 شهور, وبتطلب منه ما يصلش تاني وانه بكره في المحكمه هياخد جزاؤه, وبتقفل في وشه. ووقتها بيتصل جو برقم هنري وبيساله على مراته, فبيقول له انها اختفت واولاده لوحدهم في البيت,
وبيقولوا ان هو مشغول حاليا، فبيقولوا جون انه عارف ان هو الخاطف وعايز موقعه، فبيقفل هنري في وشه. وقتها بيتكلم جو صاحبه اللي بيبقى اسمه ريكو، بنعرف ان هو صديق عمره، وبيقول له ريك ما يقلقش وانه بكره هيشهد معاه في المحكمه. فبيشكره جو وبيديه عنوان بيت هنري وبيقول له يروح ليه. وقتها بيرجع جو لحاسوبه وبيستقبل مكالمه من هابي اللي بتقول له ان في صوت تخبيط على الباب، فبيقول لها تفتح، وبيسمع ان الشرطه اللي دخلت البيت، بس اتفاجئوا ان على ايدها هابي دم وان اوليفر اخوها بيموت. فبيحزن جو قوي والمكالمه بتفصل. وقتها زمايل جو بيمشوا وبيقول له زميل ليه ان الدوام انتهى، فبيرفض جو ان هو يمشي. وساعتها بيتصل بهنري وبيقول له ان ابنه مات، وبيساله على مكانه، بس بيساله هنري هو ايه اللي هيحصل ليه، فبيقول له جو ان هو السبب وانه لو بيده هيخلص عليه بنفسه. فبيقفل هنري المكالمه. وقتها بيكون ريك صاحب جو اقتحم بيت هنري بس لسه ما لقاش حاجه مفيده. واثناء ما هو على الخط مع جو بتتصل بإيميلي اللي بتكلمه على انه بنتها، فبيقول لها جو لو هي في العربيه وماشيه حاليا ومش لابسين حزام الامان تشد فرامل اليد بسرعه. فبتقفل ايميلي الخط، وبعد شويه بتكلمه وبتقول له ان الخطه فشلت وان الخاطف حبسها في العربيه من ورا وانها في ضلمه حاليا. ولما بتفتح كشاف الموبايل بتقول له ان في صناديق كتير، فبيقول لها تاخد طوبه احتياطي معاها علشان تضرب بيها هنري لو اتاحت لها الفرصه، بس هي بتكون خايفه جدا. فبيفضل جو يهديها ويذكرها بذكريات جميله ليها. وقتها هي برضه بتقول له انها معجبه بيه، وبتقول له ان العربيه وقفت. فبيركز جو ايه اللي هيحصل حالا، ولكنه بيتفاجئ لما بتقول له ايميلي ان اوليفر ابنها بقى كويس دلوقتي لان كان في بطنه تعابين وهي خرجتها من بطنه. فبيفهم جو ان هي اللي مريضه نفسيا وخلصت على ابنها. وقتها الاتصال بيتقفل، وبيكلم ريك صاحبه جو وبيقول له ان هو لقى ورق حكم من المحكمه لضم حضانه الاولاد لايميلي لان هنري عنده سوابق، وكمان لقى فواتير مستشفى نفسيه كانت بتتعالج فيها ايميلي. وقتها بيكلم جو هنري وبيحدد مكانه، فبيتفاجئ ان هو قدام مستشفى نفسيه. فبيبدا جو يفهم كل حاجه وبيساله هو ليه ما قالوش على كل حاجه من البدايه، فبيقول له هنري ان ابنه مات من مراته وانه منهار، وبيفضل يعيط. وبيعرفه ان هو ما قدرش يودي ايميلي للمستشفى من السنه اللي فاتت لان الخصم خلص في المستشفى وهو ما عندوش فلوس يدفع. وساعتها بيطمنه جو ان بنته هابي بخير، وبيقول له وقتها جو فين ايميلي، فبيرد هنري وبيقول ان هو ما يعرفش. ولما بيحاول جو يحدد مكانها بيلاقي تليفونها مقفول، فبيتعصب جدا جو وبيكون متضايق. ولما بيبعد عن الحاسوب بيجي لشخص وبيقول له ان في شخص عايزه، وفعلا بيرجع جو لحاسوبه وبيلاقي ان المتصله هي ايميلي اللي هربت من هنري، وبتقول له ان ايدها فيها دم وهي مش عارفه ده دم مين. فبيعرف جو مكانها واللي بيكون على الجسر، وبيقول لاصدقائه يكلموا الشرطه يروحوا هناك. وبيعرف وقتها من ايميلي انها عايزه تنتحر، ولكن وقتها بيكون حزين وبيعرفها ان هو خلص على شاب عنده 19 سنه، وبيفضل يعيط ويقول ان هو ما كانش يقصد يعمل كده وانه كان عايز يعاقبه على افعاله السيئه. وبيحكي ليها قد ايه هو حاسس بالذنب وانها لو ماتت فهو هيلوم نفسه اكتر، وبيقول لها ما تتحركش. وفعلا بيسمع عندها صوت سرينه عربيات الشرطه وظابط بيكلمه وبيقول ان هم لحقوا ايميلي وبيشكره على اللي هو عمله. وقتها مديرته بتدخل عليه وبتقول له ان الشرطي اللي نقل اوليفر الولد للمستشفى بيقول ان هو لسه عايش وفي العنايه المركزه. فبيفرح جدا جو وبيروح الحمام وبيحس اخيرا ان هو عمل حاجه صح تغفر ليه ذنب ان هو خلص على الشاب. وبيكلم صاحبه ريك وبيقول له انه بكره في المحكمه عايزه يقول الحقيقه، وبيكلم الصحفيه اللي كلمته في الاول وبيحكي ليها على اللي حصل معاه بالكامل لانه بيكون عارف ان هو يستحق العقاب.